معنى أن الله حاضر معناه مظهر إرادته حكمته. الله حاضر بذاته لكنه ذاته لا نستطيع أن نحضر معه، لكننا نستطيع أن نحضر مع فعله، وده ما يسمى عند العارفين بوحدة الفاعل، هي أول درجات التوحيد. ووحدة الفاعل معناها المعنى اللي جاي عليه لا إله إلا الله، يعني لا فاعل لكبير الأشياء ولا صغيرها إلا الله، والله خلقكم وما تعمل. ومعنى إرادة الإلهية زي ما قلنا هسا قبل شوية هي ما عليه الخلق، كل ما ترى عليه الخلق من خير ومن شر بالإرادة الإلهية. والعارفين يقولوا لا يعرف الله إلا الله، ولا يدخل في ملكه إلا ما يريد. لا يعرف الله إلا الله ولا يدخل في ملكه إلا ما يريد. وقلنا الحضرة النبوية أيضا حضرة، وهي ما عليه الخلق من خير. وما عرفت الحياة منذ أن عرفت إلا الخير والشر مخلوقين فيها، وربنا ينمي الخير ويمحق الشر إلى أن يجي اليوم الذي يظهر فيه الخير على كل الأكوان، لأن الكون كل وجود كل سائر إلى الله في إطلاقه، والله في إطلاقه خير محض. ولذلك أي ذرة من ذرار الخير برزت حتى قبل رسالات الرسل وحتى قبل ظهور البشر في قصة الخير، وده من مدد النبي، لأنه زي ما قلنا عن الذات المحمدية هي أول قابل لتجلي الأنوار الإلهية، أول قابل لتجلي الذات الإلهية، ومنها أمد الوجود كله بأنوار وبظلمات. كل الوجود ما من شيء إلا ممدود على الذات الإلهية بطريق الذات المحمدية. وقلنا أنه الوضع ده بيتمثل الآية دائما بنقراها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ودي معناها إن تكفروا فما كفرتم إلا بإرادة الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، المعنى ده يجي من أنه الغني ما بيغلب، الغني ما بيعجل، يعني إن كفرتم ما كفرتم مراغمة ومغالبة لله، وإنما كفرتم بإذنه بإرادته. بعدين يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، حتى هناك ما يفعل الله دعا ذلكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هنا الآية دي تجيب الحضرة الإلهية والحضرة النبوية في سياق واحد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. تكفروا فإن الله غني عنكم حضرة إلهية، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم حضرة نبوية. وقلنا أن الله أرسل الرسل ليخرج الناس مما يريد إلى ما يرضى. وإذا هنا صورة ثانية للحضرة الإلهية هي حضرة الرحمن، الحضرة النبوية هي حضرة الرحيم. والرحمن الرحمة العامة فيها الخير والشر، فيها العذاب وفيها النعيم، دي رحمة، دي الرحمة العامة، وهي الحضرة الإلهية، لأنه الرحمن والله في درجة واحدة بتفاوت بسيط في التنزل. ولذلك يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وحضرة الرحيم دي الحضرة اللي فيها الرحمة المصفية من العذاب. ويجي هناك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا نبينا رحمة للي بيفعلوا الخير، وهو رسول للخير، رسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الإرادة إلى الرضا.